تحت شعار الفن من أجل التنمية، احتفل مسرح حكاوي وغناوي بأسوان بختام الدورة الثانية لمشروع مسرح حكاوي وغناوي الذي يهدف من خلال الفنون الإدارية المسرح الحكي وأغاني التراث إلى إحياء الموروث الثقافي الجنوبي، حيث قدم المتدربون والمتدربات عروضا مسرحية والحكي وأغاني التراث. التفاصيل والزميل محمد حسن عز الدين. وسط أجواء احتفالية سادتها إبداعات فنية وتحت شعار الفن من أجل التنمية، اختتم مشروع مسرح حكاوي وغناوي بأسوان مرحلته الثانية، وذلك بحضور جماهيري ضم عدد من الخبراء الاجتماعيين من أساتذة جامعة أسوان وممثلين لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بإحياء التراث الثقافي. كان هدف المرحلة الأولى دمج جبيلة البشرية مع باقي جبائل أسوان. في المرحلة الثانية فكرنا إن احنا خلاص دمجنا الجبائل، فنعمل بقى من أجل السلام، يعني لو في أي مشاكل بين الأطفال وبعض، بين الكبار وبعض، نبتدي احنا بقى نحلها عشان نوصل للسلام. عندي 26 متدرب الحمد لله اتمكنوا ثقافيا وفنيا. عرض مسرحي بعنوان شارع المشاهير، من خلال العرض هنقدم شوية حكايات حواديت عن أولاد العمة، وبعدين الأغاني التراثية، لأن احنا كمان هدفنا ان احنا نجمع أغانينا عشان نحافظ عليها، عشان نقول انه مصر ابتدت من هنا من الجنوب، فان احنا كمان دلوقتي في 2022 وداخلين على 23 انه عايزين نظهر التراث ده ونقول ان احنا ابتدينا من هنا. انا طموحاتي انه الولاد دي كل حد منهم النهارده هم في مشروع مسرح حكاوي وغناوي، ان كل حد منهم يكون عنده مشروع الخاص فنيا، عشان نبتدي نقول ان احنا الفن من اجل التنميه، عشان نبقى نبني صح لازم من خلال الفن. حفل الختام تضمن العديد من الفقرات الفنية، منها عرض مسرحية شارع 7 تمثيل مجموعة من أطفال أسوان، كما تضمن فقرات الحكي حول حكايات الموروث الثقافي إضافة إلى أغاني التراث. والله دوري طالع يعني بمنع التحرش وكده، يعني وفي قانون تحرش 306,000 مقرر، فعاوزين يوصل للناس اللي يعني ما ينفعش التحرش وكده يعني في المسرحية. استفدت من المشروع ده؟ استفدت ان انا بقى عندي الجراء ان انا امثل وكده، وطموحي ان انا ان شاء الله اوصل للعالمية ان شاء الله. عايزين ايه نقول للناس من خلال المشروع؟ عايزين نوصل لهم التراث الاسواني، التراث بتاع القبائل بتاعت اسوان، الصعايدة والبشرية العبابدة كده يعني. ضيف المسرحية عم حارس هو بطل الشخصية بتاعت المسرحية النهاردة، المسرحية باسم شارع 7، بطولة عم فتحي وعم حارس مع بعضهم. شايف ان فيها رساله لازم نهتم بالفن الجميل والقديم والتراث بتاع اسوان بالتحديد. بالنسبه لمشروع حكاوي وغناوي، انت استفدت منه؟ استفدت منه كثير، الجراءه والتمثيل والوقوف قدام الناس نعرف نتكلم. انا بصراحه استفدت انه ما يعني انا عن نفسي قبل المشروع ما كنتش اعرف حاجه عن التراث بصراحه، والنهارده طبعا انا ملم طبعا بالتراث، اغلبيه التراث طبعا. ايه انت النهارده قدمينا ايه؟ النهارده ان شاء الله هغني عيل داير. سافرت بلاد ورحت بلاد، وكل ما دا تزيد مسافات، كل ما دا تزيد مسافات، تقرب ناس وتبعد ناس، وناس تدوق المر كسات. عجل داير يا قطر الفراق، عمال تجيب وتودي وتفرق الأحباب. أنا دوري صحفية على قد حالها، بس هتطلع كدابة إيه في النص، تقول لهم أنها مرة مذيعة كبيرة ومرة صحفية قد الدنيا، وأنا أصلا صحفية على قد حالي، بجمع كم خبر من شارع 7 ده عشان أتشهر وأتعين في الجريدة. طب انت شايفه المسرحيه دي فيها رساله، بتوصل رساله؟ دي كل مشهد في المسرحيه بتقدم رساله غير المشهد التمثيلي اللي جوه المسرحيه. ايه رسالتك بقى؟ اول حاجه بنمنع التحرش، بنمنع ايه تاني غير التحرش؟ بنمنع اللي هي التجسس برضو، اللي هو تحرش برضو. بنوزع ثقافات جديده لسه ما حدش عارفها. احنا دايما حكاوينا عن التراث، وانا اول حكايه كانت ليا في المشروع ده بهي وياسين اللي قدمتها في المرحله الاولى،
كان بنتكلم عن بهية وياسين، اتنين كان بيحبوا بعض بس اتقلب بيهم الحال وبقى الاتنين مجرمين لغاية ما ياسين مات. طيب استفدت من المشروع ده؟ لا كتير قوي كتير قوي، ده انا كنت حاجة خالص من غير المشروع ده، ده انا ولا كنت بعرف اتكلم، كنت دايما عندي لبخة في الكلام، ومع المشروع اداني ثقة، ما معايا اخوات يعني بيدعموني في اي وقت، يعني بجد المشروع علمني حاجات كتير قوي قوي قوي. هذا المشروع الذي يهتم بتنمية مهارات الأطفال يهدف إلى إحياء الموروث الثقافي لقبائل أسوان المختلفة عن طريق الفنون الأدائية من مسرح وحك وغناء التراث. من حفل الختام مسرح حكاوي وغناوي كنت معكم محمد حسن عز الدين لقناة طيبة.